اللي يفكر يعمل هذه العملية مفروض في سن كم يعملها؟ كل ما كان أصغر كل ما كان أفضل. إيه؟ طبعا أغلب المراجعين اللي يبحثوا عن العمليات هذه عادة يكونوا مثلا خريجين جامعة أو خريجين ثانوي، ويعني لهم رغبة بالتوجه يعني بالكليات العسكرية مثلا أو القطاع العسكري، أو أشخاص ما أخفيك تكون عندهم إشكاليات مثلا اجتماعية، يكون مثلا هو أكثر واحد في العائلة أو أكثر واحد في الفصل، فهذه الأمور. فعادة هذا السن اللي يجدون الثلاثين هذول الشريحة الأكبر من المراجعين. العملية مع العلاج الطبيعي بعدها مع المتابعة كم مدتها الزمنية اللي تعطي نتائج آمنة؟ إذا نتكلم عن 6 إلى 8 سنتي يحتاج مرحلة علاج تشمل العملية والتأهيل إلى سنة. إلى سنة؟ سنة نعم. هذا إلى 8 سنتي؟ أي نعم. و8 سنتي تقريبا هو المتوسط، يعني 16 هذه حالات نادرة. أيوة طبعا 16 ما هو في عظم واحدة على مرحلتين.